بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال ابن كثير رحمه الله تفسير سورة العاديات، وهي مكية. يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت، الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو. فالموريات قدحا يعني استكاكا عليها بالصخر فتقدح منه النار تخرج أور النار يعني أشعلها. فرأيتم النار التي تورون، والقدح بمعنى الاحتكاك الذي يحصل فتنقدح تظهر. فالمغيرات صبحا يعني الإغارة وقت الصبح، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويتسمع أذانا فإن سمع وإلا أغار. فأثرن به نقعا يعني غبارا في معترك الخيول، به بالمكان المعترك مكان المعركة. فأثرن أثارت النقع أثارت الغبار بالمكان. فوسطنا به جمعا أي توسطنا ذلك المكان كلهن جمعا. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله قال والعاديات ضبحا قال الإبل. هذا قول آخر. وابن كثير رجح أنها الخيل. قال علي هي الإبل، وقال ابن عباس هي الخيل. فبلغ عليا قول ابن عباس فقال ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس إنما كان ذلك في سرية بعثت. روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثه قال بين أنا في الحجر جالسة إذ جاءني رجل فسألني عن العاديات ضبحا، فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم. فانفتل عني فذهب إلى علي رضي الله عنه وهو عند سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحا، فقال سألت عنها أحدا قبلي؟ قال نعم سألت ابن عباس. فقال الخيل حين تغير في سبيل الله. قال اذهب فادعوه لي. فلما وقف على رأسه قال تفتي الناس بما لا علم لك، والله لا لإن كان أول غزوة في الإسلام بدر، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه. وبهذا الإسناد عن علي عن ابن عباس قال قال علي
إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران. قال أوفير بن عباسها الخيل. وقد قال بقول علي إنها الإبل جماعة منهم إبراهيم عبيد بن عمير، وبقول ابن عباس آخرون منهم مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك، واختاره ابن جرير وهو الراجح إن شاء الله. لأن الموريات إذا كان يتكلم على إيقاد النيران في المزدلفة فهم المورون وليس الموريات. الموريات يعني اسم لمؤنث، و يعني لا يعني إنما جماعة الرجال مع النساء إن كان فإنما تذكر. ثم المغيرة صبحا، السورة مكية على أي الأحوال، فالإغارة لا يمكن إلا يعني أن تكون إغارة على العدو، هذا هو الظاهر منها. من فسرها بالإبل قال هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى، وهذه يعني تسميتها إغارة فيه نظر والله أعلم. فقول ابن عباس أنها الخيل هو الظاهر. قال ابن عباس وعطاء ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب، وهذا أيضا مما يقوي هذا القول أن الإبل لا تضبح، إنما الذي يضبح. قال ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس يصف الضبح، وقال أكثر هؤلاء في قوله فالموريات قدح يعني بحوافرها، وقيل أسعرن الحرب بين ركبانهن. قاله قتادة عن ابن عباس ومجاهد فالموريات قدح يعني مكر الرجال، وقيل هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل، وقيل المراد بذلك نيران القبائل. وقال مفسره بالخيل وقال مفسره بالإبل هو إيقاد النار بالمزدلفة. قال ابن جرير والصواب الأول أنها الخيل حين تقدح بحوافرها، هذا بالتأكيد مفسره بالإبل، هذا خطأ في السبق القلم، نقول الأول اللي هو الخيل، هذا قول ثاني. وبعدين إيقاد النار بالمزدلفة إنما هو على قول أنها الإبل، الله أعلم. قل خلي هذا الصف الله.